يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، وحلقة دسمة جدا جدا تحديدا في الجانب الإخباري، سواء على الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وبالتحديد كمان آخر الأخبار اللي بتخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، خصوصا في الفترة الهامة جدا جدا الحالية. وهنفضل طبعا متابعين مع حضراتكم كل الجديد وكل التطورات اللي بتهم النادي الأهلي تحديدا. كمان عندنا أخبار عن منتخبنا الوطني اللي بنتمنى له كل التوفيق في مباراة الغد أمام فريق توجو أو منتخب توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، وعندنا أيضا أمور بتتعلق بالمنتخب الوطني هنتكلم عليها. كالعادة أكيد بيهمنا قوي تواصل حضراتكم معنا، وده من خلال سؤال حلقة اليوم، وسؤال بيتعلق بتوقعاتكم للتشكيل اللي هيبتدي بيه الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب في مباراة الغد أمام منتخب توجو. هنشوف تفاعل حضراتكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الجزء الأخير من حلقة اليوم. دايما البداية بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: تطور إيجابي في إصابة محمد هاني. الترند المحلي: اتحاد الكرة يعلم مواعيد المباريات المتبقية لكأس مصر. أما في الترند العالمي: ماسكرانو يعلن اعتزاله كرة القدم. طيب، يعني امور كتير جدا مهمه على مختلف الاصعده، بالتحديد عايز ابتدي مع حضراتكم باهم مباريات اليوم تحديدا في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون باذن الله تعالى. والنهارده في عدد من المباريات، منهم اتلعب ومنهم هيتلعب بعد ساعه من دلوقتي، فخليني اقول لحضراتكم ابرز النتائج وابرز هذه المباريات. نبتدي بسواتني والكونغو، التعادل 0-0، دي انتهت نتيجه المباراه بهذه النتيجه. ملاوي مع بوركينا فاسو ايضا تعادل سلبي. سواتومي مع جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا قدرت أن هي تفوز بنتيجة 4-2. جنوب السودان قدروا أن هم يفوزوا بنتيجة 1-0 على أوغندا. الجزائر كانت مباراة قوية جدا مع زيمبابوي في زيمبابوي، مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ورياض محرز في الحقيقة أحرز هدف من الأهداف الممتعة اللي انت مهما قعدت تتفرج عليها طول اليوم مش هتزهق، يعني جاب جون حلو قوي وكان فيه جانب مهاري اكثر من رائع، وهو لعيب من اللعيبه المميزه في الحقيقه. الساعه 6 في ثلاث مباريات هتتلعب: جامبيا مع الجابون، وموزمبيق مع الكاميرون، وبوتسوانا مع زامبيا، ودي المباريات الخاصه بالتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه النهارده باذن الله. وبكره ان شاء الله منتخبنا الوطني هيلعب الساعه 6 مع توجو في توجو، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. طيب، هروح لفاصل سريع، بعديه بقى نرجع نتكلم في اهم الامور والاحداث اللي بتخص الكره المصريه، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا عندنا بعض الاخبار المهمه جدا بتهم كل جماهير الكره المصريه، بالتحديد فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني، وهتكلم بالتحديد عن مباراه الغد، لكن في بعض الامور الهامه. والنهارده الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن المواعيد النهائيه لما تبقى من مباريات في بطوله كاس مصر، وهقول لحضراتكم المواعيد بالتحديد كما هو التالي. يعني الاهلي هيلاعب فريق ابو قير للاسمده زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص بشكل رسمي يوم السبت 21/11 على استاد الجيش ببرج العرب الساعه 5 مساء. الزمالك هيلاعب كمان اف سي مصر على استاد السويس الجديد الساعة 8 مساء برضو في نفس اليوم يوم السبت 21/11. كمان الدور قبل النهائي هتكون مواعيده كالتالي: يوم الثلاث بإذن الله 1/12، الفائز من الأهلي أو الفائز من الزمالك وإف سي مصر هيلاعب طلائع الجيش على استاد الجيش ببرج العرب الساعة 5، ويوم الثلاث أيضا الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير الأسمدة هيلاعب الاتحاد على استاد السويس الجديد الساعة 8 مساء. والمباراة النهائية اللي بنتمنى طبعا يوصل لها النادي الأهلي بإذن الله، وكمان نتمنى أنه هو يفوز باللقب، هتكون يوم السبت 5/12، هيكون ما بين الفائز طبعا من 29 والفائز من 30، يعني اللي هيوصلوا في المباريات دي هم اللي هيلعبوا على استاد القاهرة الساعة 8 بالليل في مباراة تحديد بطل بطولة كأس مصر.
طبعا النادي الاهلي مركز في كل البطولات، انت عندك الاهم دلوقتي اللي جاي لك مباراه ابو كيلو الاسمده، عايز تعدي الدور ده عشان توصل دور نصف النهائي، ومن ثم تركز بقى لايه؟ لمباراه الزمالك يوم 27 من شهر الجاري في بطوله دوري ابطال افريقيا ونهائي هذه البطوله المنتظره باذن الله تعالى، رغم المواجهه اللي هتكون صعبه وقويه بكل تاكيد مع فريق كبير زي نادي الزمالك. وبعد كده ان شاء الله يبقى عندك تحدي اخر وهو حسم لقب بطوله كاس مصر، وهيبقى شيء جيد جدا لو الاهلي نجح باذن الله تعالى ويكون موفق في انه يفوز بالثلاثيه هذا الموسم بعد تحقيق بطوله الدوري الممتاز. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. النهارده كمان من ضمن الاخبار المهمه، الاتحاد الدولي لكره القدم ارسل خطابا جديدا للاتحاد الكره المصري بيشدد فيه على ضروره الالتزام بعقد جمعيه عموميه لاقرار مشروع اللائحه الجديده للاتحاد. انتوا عارفين حضراتكم ان الفتره اللي فاتت كان في يعني خطابات متبادله ما بين الاتحاد الدولي لكره القدم واللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره، واللي كان من اهم الاهداف اللي هي جت عشانها ان هي تعمل لائحه جديده يمشي من خلالها الاتحاد المصري خلال الفتره اللي جايه. فالنهارده خطاب رسمي جه من فيفا بيقول لهم يا جماعه بعد اذنكم احنا بناكد عليكم انه قبل نهايه الشهر ضروري جدا ان انتوا تكونوا عملتوا جمعيه عموميه تقر اللائحه الجديده اللي تم الاتفاق عليها ما بين الفيفا واللجنه الخماسيه. فحتى الان مش عارفين اتحاد الكره هيحدد الميعاد امتى، لكن اللي اكدوا عليه الفيفا ان لازم يكون قبل نهايه الشهر. زي ما حضراتكم كمان عارفين ان كان في تاكيد من الفيفا من شهرين تقريبا على ان لازم يكون في انتخابات جديده للاتحاد المصري لكرة القدم أيضا قبل نهاية الشهر بحد أقصى يوم 30 من الشهر الجاري شهر نوفمبر. برضو حتى الآن اتحاد الكرة ما حددش أي أمور رسمية أو أي مواعيد رسمية سواء الجمعية العمومية الخاصة بإقرار اللائحة أو حتى الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لانتخابات جديدة. طبعا في سياق آخر أو كلام آخر بخصوص انتخابات هتبقى سنة ولا أربع سنين ولا الكلام من ده على حسب بقى القانون المصري، وهل يتماشى مع الاتحاد الدولي أو الاتحاد الدولي لوائحه تتماشى مع القانون المصري. يعني في لغط في الجزئية دي، تصريحات من اللجنة الأولمبية وتصريحات من مسؤول اتحاد الكرة وتصريحات من الفيفا، لكن هنشوف في الآخر القصة هتنتهي على إيه. لكن ده كان خطاب مهم، ومفروض يعني الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه الحاليه خلاص اخر في اخر ايامهم بخصوص اداره الكره المصريه، وما كانوا جم وتولوا المسؤوليه بعد رحيل المجلس السابق للاتحاد المصري لكره القدم في اعقاب الخروج من بطوله الامم الافريقيه، جم شهر 8 اللي قبل اللي فات وتم التمديد ليهم لفتره كمان بعد مختلف الظروف اللي مرت بها الكره المصريه الفتره اللي فاتت والعالم كله بسبب كورونا وهذه الامور. فبالتالي في انتظار إعلان اتحاد الكرة عن مواعيد نهائية ورسمية لإقرار اللائحة ولانتخابات جديدة بإذن الله تعالى. لكن الفيفا يعني عايزين إيه؟ بيأكدوا يعني زيادة في التأكيد. طيب قبل ما أروح بقى أتكلم على منتخب مصر، وقبل ما نتكلم على مباراة الغد وتشكيل منتخب مصر المتوقع وأكيد كل التوفيق للمنتخب في هذه المباراة، لكن في جزئية مهمة وهي جزئية تتعلق ب استمرار التخبط الإداري تحديدا في اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية. والجزئية دي غاية في الأهمية الأكثر من سبب، يعني حضراتكم عارفين على مدار الأسبوعين اللي فاتوا دول 15 يوم اللي فاتوا دول بالظبط اتحاد الكرة نزل ثلاث بيانات والثلاثة اتشالوا، ودي كانت يعني حاجة غريبة واحنا اتكلمنا في الجزئية دي أول امبارح تحديدا. لكن الأغرب إن كمان لما يكون عندك مباراة مهمة وأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر اللي هو كابتن طارق مصطفى وهو مسافر فوجئ أن الباسبور بتاعه منتهي، جواز السفر بالنسبة له منتهي ما ينفعش يسافر غير لما يجدده، وفجأة اتجدد الجواز السفر النهاردة. أنا يعني اللي أعرفه أن جواز السفر ما أعرفش بياخد من أسبوع لأسبوعين تقريبا، يعني ما أعرفش الموضوع 24 ساعة ده ممكن تكون حاجة جديدة، يعني ما أعرفش مش متأكد منها بصراحة يعني عشان أبقى واضح مع حضراتكم. دي صور لسفر الكابتن طارق مصطفى المدرب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول. فأنت فين هنا الإداريين بتوع المنتخب مصر بتوع الجهاز الفني؟ المفروض يعني حاجات زي كده أنت أصلا بتبقى محتاج كل مدرب ويكون كل عنصر في الجهاز الفني عشان يساعد اللاعبين في أي مباراة، ما بالك مباريات رسمية زي دي. فده إن دل يدل على استمرارية التخبط الإداري في اللجنة الخماسية أو في اتحاد الكرة المصري بشكل عام. بصوا برضه عشان نبقى متفقين، هو الناس بتزعل مننا شوية لأن احنا بنتكلم بصراحة زيادة عن اللزوم، بس احنا طبيعتنا إن احنا نتواصل مع حضراتكم ونقول لحضراتكم كل الأمور بمنتهى الصراحة يعني. لكن في نفس الوقت لازم مثل هذه الأمور يكون في تركيز فيها. زي ما الناس دي ليهم سلبيات بصراحة برضه كان ليهم إيجابيات، لكن دايماً السلبيات هي اللي بتظهر بشكل أكبر.
الاجابات هيجي يوم من الايام وهم ماشيين، هنقول الناس دول عملوا كذا، رجعوا او شغلوا في فار في مصر، عملوا كوره للدوري، في اجابات اتعملت يعني. بس السلبيات بتبقى واضحه قوي، والسلبيات بتبقى اصعب لسبب، لان انت بتتكلم على مظهر الكره المصريه، على شكل الاتحاد المصري لكره القدم، انت الواجهه الحقيقيه للكره المصريه، فبالتالي لازم تكون انت مرتب ومنظم بشكل اكثر من ذلك يعني. فده تخبط من ضمن الامور اللي حصلت في الجانب الاداري تحديدا في الاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره اللي فاتت. موضوع كابتن طارق مصطفى برضو عشان اكون بتكلم مع حضراتكم بوضوح، في خلافات في الجهاز الفني منتخب مصر، في خلافات في الجهاز الفني منتخب مصر، اللي هيقول غير كده يبقى يعني بيحاول ان هو يداري شويه وما طبيعي، لكن المشهد واضح وطبقا لبعض المعلومات اللي عندنا ان في خلافات في الجهاز الفني لمنتخب مصر. انا مش هتكلم عن هذه الخلافات لان احنا دلوقتي هدفنا ان المنتخب يكون موفق في مباراه الغد، لكن هيجي توقيت معين نتكلم فيه بخصوص هذه الخلافات واللي بدورها بتؤثر على المنتخب وادائه في ارضيه الملعب، زي ما شفنا المباراه الاخيره للمنتخب امام توجو وكان اداء سيء جدا في الحقيقه جدا يعني. حتى لو كانت الظروف صعبه او انت بقالك كتير ما بتتجمعش، دي كانت مشكله الجهاز الفني مش مشكله حد تاني. انت في المقابل عندك بعض العناصر المميزه جدا من الاهلي والزمالك في المنتخب وهم في افضل حالاتهم، وعندك عناصر محترفين في الخارج هم فعلا في افضل حالاتهم، سواء صلاح، تريزيجيه، صلاح طبعا غاب بسبب الكورونا، تريزيجيه وحجازي وكل اللاعبين، النني كمان في التوب فورم بتاعه، واهلي وزمالك والناس يعني. المفروض انت حتى لو انت عندك عقبات واجهتك خلال الفترة اللي فاتت، فانت عندك عناصر تقدر من خلال توجيهاتك وتعليماتك وتدريباتك الأخيرة قبل أي مباراة انك تقدر تجيب من خلالهم شكل يرضي طموح الجمهور المصري في الحقيقة. فالخلافات موجودة، الخلافات موجودة، هل ده التوقيت ان احنا نتكلم فيها؟ لا طبعا، لأن المصلحة هي مصلحة منتخب مصر. نتمنى ان الخلافات دي تخلص، هيجي توقيت هنتكلم فيها وهنقولها لحضراتكم، بس لحد ما يجي التوقيت ده نتمنى ان تكون الامور اتعدلت في الجهاز الفني ويكون الامور اتحلت عشان مصلحه المنتخب، ونتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراه الغد. انا بس في خبر استوقفني من شويه وده خبر مهم وعلى عهده موقع في الجول في الحقيقه، وهم كانوا راسلوا او اتكلموا مع مسؤول في ملول، ملول ده اللي بيضم اللاعب الرمزي او رامز حفظ الله، رامز حفظ الله اللي كان الازمه اثيرت خلال الايام السابقه بخصوص البيان اللي نزله الاتحاد المصري لكره القدم، وبعد كده شاله برده من ضمن الثلاث بيانات. انتوا عارفين كان في اول بيان بتاع كهربا وفضل، والبيان الثاني بتاع رامز حفظ الله، والثالث كان بتاع ايه يا جماعه فكروني. تمام، فالاتحاد المصري لم هم بقى ده مسؤول ميلود وهو اسمه ستيف كافانا المدير التنفيذي لنادي ميلول الانجليزي، بيقول ان الاتحاد المصري لم يرد على مراسلاتنا، لا نتوقع هذا من دولة بحجم مصر. شوف التعليق ده صعب قوي يعني، يخلي الواحد يتضايق بصراحة. احنا مصر يا جماعة، احنا يعني تاريخ في الكورة، ما ينفعش يكون الانطباع عننا بالشكل ده خالص خالص يعني. فالراجل بيتكلم بيقول ايه على عهدة طبعا في الجول، وحاجة يعني بصراحة يجب ان احنا نشيد بيها. قال ان احنا ارسلنا خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم نستفسر حول بيانه والخطاب الذي نشره ضمن البيان. يعني هو كان في محادثات ما بين الاتحاد المصري وميلول، والمحادثات حضراتكم عارفينها زي ما نشرها الاتحاد المصري قبل ما يحذفها، وانا قلت لحضراتكم بعد كده خدوا سكرين شوت دايما، اول ما تخش الموقع الرسمي لاتحاد الكوره خد سكرين شوت عشان ما تفتكرش ان انت كان بيجي لك تهيؤات ولا حاجه يعني. فقال لك احنا مستغربين يعني، حتى احنا رحنا بعتنا لهم بعد ما نزلوا الخطاب ده قبل ما يسحبوه، بعتنا لهم قلنا لهم يا جماعه انتوا ليه بتنشروا خطابات ما بيننا؟ ما ردوش لحد دلوقتي. قال لك احنا كنا منتظرين يعني خطاب اعتذار او تفسير لما حدث، لغايه دلوقتي ايضا ما بردوش على خطاباتنا. طب ليه ما بتردوش يا جماعه؟ يا جماعه شكلنا بقى سيء جدا بعد اذنكم يعني. احنا دوله كبيره في الكوره. واتكلم في جزئيات كتير جدا، وقال لك احنا ما كناش نتوقع ان ده يصدر من اتحاد الكره المصري وبدوله بحجم دوله مصر واللي عندها نجم كبير جدا ولاعبين كتير جدا خرجوهم زي محمد صلاح. فبرضه ده ان دل يدل على التخبط اللي موجود في اتحاد الكره، كقصه طبعا رامز حفظ الله حضراتكم عارفينها بشكل كامل. نتمنى ان يتم تدارك مثل هذه الامور خلال الفتره اللي جايه. انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا بعض الاخبار تتعلق بالمنتخب واللي تتعلق بالنادي الاهلي. استنوا.
البعض دايما بياخد كلامنا ان احنا بننتقد وبنهاجم المنتخب والجهاز الفني وكلام من ده، والله بالعكس خالص. يعني احنا من اكثر الناس الداعمين لمنتخب مصر، واكثر الناس الداعمين للجهاز الفني، من اكثر الناس الداعمين لكل لاعب بيرتدي تيشيرت منتخب مصر ايا كان مين هو، لان ده اسمه مصري، ده المنتخب كلنا وراه وبنسنده عناصر جهاز فني ولاعبين في المنتخب. لكن في نفس الوقت يا جماعه احنا دورنا ان احنا ننقل لحضراتكم كل حاجه بتحصل بالتفاصيل. يعني ففيما يتعلق بموضوع كابتن طارق مصطفى والجهاز الفني دي ان شاء الله قلنا هتتحل، رغم ان في احتمالات ان انتم تتفاجئوا باخبار بخصوص يعني تغييرات في الجهاز الفني خلال المرحله اللي جايه. نتمنى ان ده ما يحصلش، نتمنى ان الامور تبقى ماشيه بشكل جيد. طيب في هذا الاطار وفي هذا السياق احنا بنتكلم عن مباراه الغد بقى باذن الله، مباراه مهمه بالنسبه لك، تكسب فيها تبقى خلاص ضمنت التاهل ان شاء الله تعالى لبطوله الامم الافريقيه. مباراه خارج ملعبك هتبقى صعبه، في شويه عند جمهور الكره المصريه بعد الاداء الباهت في مباراه الاولى او المباراه اللي فاتت مع توجو. لكن عايز اتكلم مع حضراتكم في التشكيله المتوقع للمنتخب غدا باذن الله تعالى، ومش هيبقى فيه تغييرات كتير. يعني هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع المفاضله ما بين ابو الفتوح وايمن اشرف، في اتجاه ان ايمن اشرف يكون موجود بما انك تلعب خارج ملعبك، وميول ايمن اشرف دفاعي شويه، ده هيبقى على حسب يعني استراتيجيه الكابتن حسام البدري. وحجازي ورينش زي ما هم، هما الاثنين متالقين في الحقيقه، ومحمد داني هو اللي هيغيب طبعا عن مركز الظهير الايمن، فبالتالي اللي هيعوضه احمد توفيق هو الاقرب، وهو اجاد في المركز ده مع بيراميدز. في نص الملعب هيكون النني، وهيعوض السوليه طارق حامد رغم ان في مفاضله مع حمدي فتحي، بس الاقرب طارق حامد. والخط الامامي كله زي ما هو، تريزيجيه، عبد الله السعيد، زيزو، ومصطفى محمد. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. طيب عشان نطمن بشكل اكبر على منتخبنا الوطني، خلينا سريعا نروح لتوجو، ومن خلال مداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع، ونطمن من خلاله على كل استعدادات المنتخب. يا مراد اهلا بيك. رحب بيك يا امير، وكل سنه وانت طيب، ودايما متواجد في العالم. ربنا يخليك يا مراد. عايزين نطمن من خلالك على اخر استعدادات المنتخب والاجواء عندك، اخبارها ايه قبل مباراه الغد؟ يعني هو المنتخب زي ما انت عارف وصل امبارح يا امير، واقامه الفندق، وعمل مساحات اول ما وصل الفندق الاقامه. والحقيقه احنا المنتخب في طريقه دلوقتي للملعب، وده اول تدريب الوحيد للمنتخب في توجو في امير. بالظبط. الكابتن حسام بدري كان المنتخب وصل امبارح في فتره ان هو ما يبقاش في تمرين عشان راحه اللاعبين، خاصه طبعا الفتره اللي فاتت دي كانت كلها تدريبات، ورحله السفر امبارح حوالي ست ساعات ونص. فالمنتخب ده يعني في طريقه خلاص، احنا خرجنا من الفندق لملعب المباراه. اللعيبه كلها جاهزه، اللعيبه كلها يعني انت لما حققت الفوز يا امير في الماتش الاولاني او ماتش توجو اللي كان في القاهره، فاكيد الضغط اللي كان على الجهاز اولا وعلى اللعيبه، والحقيقه يعني كان فوز مهم. اي نعم، فوز بهدف واحد، وكنا نتمنى اكثر من هدف، وكان الاداء يبقى احسن، لكن انت في ظروف صعبه وفي وقت صعب، انت كنت ثالث المجموعه، فالفوز زي ده كان يريح اعصابك. دلوقتي الدنيا اعتقد انها يعني افضل واحسن من الماتش اللي فات. ان شاء الله يعني المنتخب يحقق نتيجه ايجابيه بكره ان شاء الله، ويفوز حتى ويصدر المجموعه الثانيه، ويثبت يعني يحسم التاهل في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. طب يا براد، عايز اسالك على المناخ في توجو، يعني الاجواء اخبارها ايه، الجو يعني في درجات الحراره بتتراوح ما بين كام لكام، يعني المناخ ايجابي وجيد ومناسب للمباراه بكره ولا الامور ايه؟ درجه الحراره هنا رائعه يعني والله، حوالي 30، هو الرطوبه يعني 30 درجه كويسه جدا، درجه الرطوبه يعني كويسه برضه. الاجواء هنا رائعه، فندق الاقامه هو فندق من الفنادق المميزه جدا، دوم اللي هي عاصمه توجو الحقيقه، وتم تخصيص دور بالكامل للمنتخب، وكان استعان الكابتن حسام بدري الطباخ الخاص لو كشيف احمد اللي كان متواجد مع المنتخب في السنوات الاخيره، وفي مكان معين للاجتماعات ومكان معين للاقامه والفطار والغداء والعشاء للمنتخب. يعني الحقيقه مهيئين كل حاجه، وكل حاجه ماشيه كويسه، واللعيبه يعني اول تدريب اللعيبه كلها نازله جاهزه. طبعا شفنا لقطه كويسه جدا من نادي ارسنال اللي بعد طياره خاصه عشان تريزيجيه تنقله بعد الماتش هنا من العاصمه رواندي للتسجيل على طول. شكل دي لقطه كويسه، وبالتاكيد طبعا بتقدر تريزيجيه الحقيقه، اللعيبه من اللعيبه الكبار جدا. وان شاء الله يعني الماتش بكره يتحقق نتيجه ايجابيه، اللعيبه كلها جاهزه. انت اتكلمت عن التشكيل يا امير، يعني معظم اللي انت بتقوله صح،
او اللي انت قلته كله صح يعني. طبعا شيء هو في حراسه المرمى ايمن اشرف من الاقرب ممكن يجيب الكابتن حسام بدل الماتش، لان ايمن النواحي الدفاعيه مميز جدا عن احمد طبعا. صلاح الحقيقه، ظهر بمستوى مميز جدا في الماتش الاول احنا طبعا كسبوه طبعا وخامه كويسه فعلا للمنتخب، فعلا. وجنب طبعا احمد الحجازي طبعا الحقيقه لا غنى عنه في الدفاع، لعيبه رائعه جدا وبالتالي خبرات دفاعيه كبيره جدا وخبره كويسه جدا، وينش طبعا لعيبه اللي ظهرت مستوى كويس. الناحيه اليمين طبعا محمد هاني غايب طبعا عشان الاصابه، في الاقرب لغايه دلوقتي احمد سوف طارق حمد هيعود على حساب عمرو سوليه الموجود، محمد النني طبعا اللي بيمشي خطوات كويسه جدا في ارسنال، ما وكان شاء في الله قعده عليه. بينه وبين كابتن حسام بدري، واحنا في الطياره كابتن حسام بدري قاعد يوجهه بعض الحاجات ويقول له الاداء كويس وعايزين نعمل كذا الماتش الجاي، وقعد يتكلم في الماتش. نفس الامر طبعا عبد الله سعيد موجود جنب شمال طبعا محمود تريزيجيه، ناحيه الجناح اليمين يعني زيزو فين فضلا ان ممكن رمضان يبتدي في الجناح اليمين او تريزيجيه يبقى شمال ويمين ورمضان شمال، كل دي هيبان النهارده في الفرقه، كل دي حاجات الكابتن حسام كان بيدرسها ومن الافكار الوارده جدا في المركز كابتن بدري. طبعا المهاجم مصطفى محمد برضه كل ظهر مستوى كويس، طبعا كوكا كان هيشارك طبعا في الشوط الثاني، كوكا بيمتلك قوه بدنيه كويسه جدا، الاجواء هنا يعني الجو في سنه حراره شويه مرتفعه لكن الاجواء كويسه ومقاربه للاجواء في مصر. أرضية الملعب يا مراد أخبارها إيه؟ هل شفت أرضية الملعب ولا لسه الملعب اللي هتستضيف المباراة؟ ما وصلناش الملعب بس هم يعني هنا بيشكروا في الملعب وأرضية الملعب والدراجات، يعني الملعب من الملاعب الكويسة هنا في العاصمة الدومي عاصمة دوكو، وده الملعب يعني معظم الماتشات المنتخب الدخول بيلعب عليه، والمنتخب تقول الحقيقه موجود معانا في نفس اقامه الفندق، وبيتدرب في فندق في ملعب كده خاص بالفندق وبيتدرب فيه على طول، اللي كانوا بيتدربوا امبارح اول ما احنا وصلنا وبيتدربوا النهارده فتره الصبح وفتره بالليل وعندهم استعداد للماتش، لكن ان شاء الله ايا كان بقى ارضيه الملعب حلوه او وحشه احنا اتعودنا على الحاجات دي خلاص، طبعا طبعا اهلي او زمالك انديه الانديه الكبيره اللي بتشارك في افريقيا او منتخب طبعا، فخلاص باذن الله نحقق بكره نتيجه كويسه جدا، نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، نفوز طبعا عشان نريح اعصابنا ونتاهل زي ما قلت لك بإذن الله عن شباب يكون حصل التاهل لهم افريقيا كاول او ثاني مجموعه، لكن نتمناها اول طبعا بإذن الله. وكل اللي بيتوفر والمساند طبعا للكابتن حسام والقياده أكيد المنتخب، أكيد. والكابتن طارق مصطفى وصل النهارده يعني اتمنى عليه لغايه في طارق وصل ظهر اليوم، والحقيقه كان عندي يعني عكس ما الناس بتقول ان كان في مشكله بينه وبين كابتن طارق، هو مشكله في للاسف في جواز السفر، وانت طبعا يا امير الناس بتغلط يقولوا الحاجات دي اداريه المفروض من الاول، لا هو المشكله ان انت مسافر بطياره خاصه يا امير، فالاجراءات كانت بتخلص من المطار يعني الجوازات كانت بتتختم من المطار ما بتاخدش التاشيره بس او بس يا مراد بس يا مراد عشان طبيعي بس انا طبيعي انا كاداري في الجهاز الفني لمنتخب مصر ابقى عارف او ببقى معايا الباسبور بتاع اي واحد عضو في الجهاز الفني او لاعب ببقى عارف ده هينتهي امتى تمام. تاريخه والكلام من ده، دي حاجات هو لازم يعني المشكله حاجات بديهيه يا مراد يعني المفروض ما احنا ما طبعا نقعش فيها. موجوده، بس هو الغلط يا امير ان انت يعني في مشكله ان انت بقالك سنه كمنتخب ما سافرتش، يعني انت الكورونا وقفت المنتخبات من شهر الكوره من شهر لثلاثه، ماشي وانت قبلها اربع شهور عندك مفيش توقف دولي، فممكن ما يكونش يعني كابتن طارق مصطفى ما خدش باله من تاريخ الانتهاء، ونفس الامر برضه زي ما قلت لك الجهاز اللي بياخد اللي بيستلم جوازات السفر واستلم جوازاتنا احنا كبعثه اعلاميه صباح يوم السفر وختمناها في المطار، ف يعني كانت غلطه مش يعني غلطه مش مقصوده، غلطه اداريه مش مقصوده خالص اكيد طبعا، مش مقصوده بس الموضوع لازم ناخد اتحل بالنا من والاتحاد الحاجات الكره اللي زي اتحل دي، لازم ناخد بالنا من الحاجات طبعا زي دي لان يعني احنا طبعا منتخب كبير برضو. طبعا الناس الحقيقه طبعا الناس اللي موجوده سواء كابتن محمد بركات طبعا او مينا او علي محمد علي من الناس الحقيقه الشباب الواعد جدا اكيد اكيد وبيتعلموا طبعا طبعا وخطا يتعلموا منه طبعا، لو مفيش خطا مش هتتعلم يا بنت، صح ان شاء صح الله الفتره صح الجايه الدنيا تعدي على خير بإذن الله. والمنتخب موعد الحلقه موعد العودة إمتى يا مراد؟ أخيرا موعد العودة؟ هنوصل القاهرة يعني 6 صباح بإذن الأربعاء الله إن شاء الله، يعني بإذن المنتخب الله هيخلص الماتش هنرجع على الفندق ياخدوا الشنط ويطلعوا على المطار إن شاء الله، يعني إن شاء الله في بإذن توقيت القاهرة 11 أو 12 بالليل بإذن الله هنوصل 6 الصبح بإذن الله. تيجوا بألف سلامة إن شاء الله يا مراد. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد مراد الناقد الرياضي الكبير باليوم السابع كان معنا في مداخلة مهمة جدا من توجو نطمنا من خلالها على كل الاستعدادات للمنتخب الوطني اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في مباراة الغد، وإن شاء الله يحصد 3 نقاط جديدة في مشوار التصفيات الأفريقية بإذن الله تعالى. طيب هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل بقى ونتكلم في الأمور المهمة جدا اللي بتتعلق بالنادي الأهلي. استنوا
اهلا بحضراتكم من جديد. كل التفاصيل اللي تتعلق باخبار النادي الاهلي هنتابعها من خلال ترند الاهلي، بس التعليق بتاعنا هو اللي هيوضح بعض التفاصيل بخصوص النادي تحديدا. فبالتالي خلينا نبتدي في ترند الاهلي بمحمد هاني، وهو الشغل الشاغل دلوقتي الجمهور الاهلي بخصوص مدى امكانيه لحاقه بمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. فخليني اطمن حضراتكم في البدايه، طبعا سوبر كوره حسابهم على فيسبوك بيقولوا ان الرباط الخارجي يرفع درجه تفاؤل الاهلي تجاه اصابه محمد هاني. الحمد لله ان الاصابه في الركبه في او بجزع في الرباط الخارجي للركبه، فالرباط الخارجي بيبقى ظاهر شويه تقدر ان انت تتعامل معاه بشكل اسهل من الرباط الداخلي للركبه. فلو لا قدر الله كان الموضوع بيتعلق بالرباط الداخلي للركبه ما كانش هيلحق الماتش. لكن دلوقتي موقف هاني من المباراه النهائيه، هاني موجود باذن الله تعالى في المباراه النهائيه بتاع دوري ابطال افريقيا. الامور جيده، بكره هنطمن اللي هو بكره الثلاث هنطمن بشكل اكبر واكبر، لكن نسب لحاقه بنهائي دوري ابطال افريقيا تتجاوز ال 90% باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بمحمد هاني واحنا اطمنا على اللاعب بشكل مباشر يعني. خلينا كمان نروح للوطن سبورت وبيتكلموا في نفس السياق، وهم هنا كمان بياكدوا لحق محمد هاني بالمباراه النهائيه، وان شاء الله هاني عنصر مهم جدا في تشكيله النادي الاهلي ومنتخب مصر، ان شاء الله يعود سريعا لانه احد اللاعبين المهمين. طيب كريم نيدفيد، وده من خلال حساب يلا كوره على تويتر، وبيقولوا ان في مصدر في النادي الاهلي قال لهم ان في اتجاه لتاجيل قيد نيدفيد بقائمه الاهلي للفتره الثانيه، وده خبر منطقي جدا واقرب للواقع ان لم يكن هو خبر مؤكد فعلا في الحقيقه، لان كريم نيدفيد عشان يرجع يشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق اعتقد مش هيكون قبل شهر 12 اطلاقا، فبالتالي هيبقى محتاج وقت لما انت تنزل تتمرن، يعني انت مش هتنزل تتمرن دلوقتي بشكل جماعي مع الفريق فتقدر تشارك في المباريات على طول، لا هتبقى محتاج وقت ان انت تبقى جاهز بشكل اكبر، والاهلي مش هيشرك كريم نيدفيد في اي مباراه غير لما يكون جاهز بنسبه 100%، فممكن ان انت تأيده في الفتره الثانيه اللي هتكون في شهر فبراير. يعني كنوع من انواع التريث قبل عوده اللاعب للمشاركه في المباريات بشكل طبيعي. خلينا نروح لحساب سوبر كوره او عفوا سبورت 360 على تويتر، واللي بيقول في مثل هذا اليوم الاهلي يعود من جروه الكاميرونيه بالاميره الافريقيه. زي النهارده كان الاهلي فاز على القطن الكاميروني في مجموع المباراتين بنتيجه 4-2 في نهائي دوري ابطال افريقيا، وهو شهر 11 ده شهر سعيد على جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله يبقى اسعد من خلال يوم 27 من هذا الشهر. فاكرين حضراتكم طبعا المباراه دي كانت مباراه مهمه في البدايه، مباراه الذهاب كسبنا 2-0 بهدفي الكابتن وائل جمعه طبعا النجم الكبير وفلافيو احد اساطير النادي الاهلي، جبنا 2-0 بشكل مبكر وما جبناش اهداف بقيه المباراه، رحنا هناك جروه تعادلنا 2-2، احرز اهداف النادي الاهلي كان الكابتن احمد حسن طبعا عميد لاعبي العالم، وايضا كابتن شادي محمد احد ابرز اللاعبين في تاريخ النادي، وقدرنا ان احنا نفوز بهذه البطوله، كانت بطوله مهمه جدا وكان اللقب رقم 6 في تاريخ النادي الاهلي بخصوص بطولات دوري ابطال افريقيا قبل بطولتين 2012 و2013. ان شاء الله ربنا يوفقنا في بطوله السنه دي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا. سؤال حلقتنا النهارده كان بيتعلق بتوقعات حضراتكم لتشكيل المنتخب في مباراه الغد امام توجو، فبالتالي نشوف تفاعل حضراتكم معانا كان وتوقعاتكم كانت ايه. خلينا ناخد احمد مصطفى صلاح، قال توقعاته التشكيل ان هيكون الشناوي، احمد فتوح، ايمن اشرف، الونش، احمد توفيق، هو شال احمد حجازي دي صعبه شويه يا احمد، في نص الملعب حمدي فتحي وطارق حامد، افشه هيكون صانع العاب، تريزيجيه، مصطفى محمد، احمد السيد، زيزو، عبد الله كشري قال ان شاء الله 11 لاعب في الملعب، يعني في اشاره الاهم ان شاء الله المنتخب يكسب ده طبعا. محمد سيد قال الشناوي، حجازي، الونش، توفيق، حمدي، النني، حامد، السعيد، تريزيجيه، زيزو، وكوكا. دي كانت بعض توقعات الجماهير بخصوص تشكيل منتخب مصر في مباراه الغد. اكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب باذن الله يقدر يفوز يحقق 3 نقاط جديده في مشوار التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه باذن الله تعالى، وكلنا ثقه ودعم للجهاز الفني للمنتخب الوطني باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند، استنونا في حلقات اخرى من نفس البرنامج، الى اللقاء.